مرحبا بكم في قناتي ايزي واي لتصليح السيارات. اليوم سوف نقوم بتغيير ماطور رفع الزجاج لسيارة فولكس واجن باسات موديل 2008، فتابعونا. أقوم بفتح هذا الجزء بواسطة المفاتيح البلاستيكية لكي لا تتأذى بهذه الطريقة. بهذه الطريقة إزالة هذا القائس هنا، وهذا هنا أيضا. يدفع هذا يدفع هذا بهذه الطريقة، يدفع ويدفع. تم إخراج هذا. نأتي الآن هذه براغي عدد 2، سأقوم بفتحها. سوف أستخدم هذا المفتاح وقياس وعرض بالسي آر تي 30 تي 30.
سنقوم الآن بفتح هذه البراغي من أسفل باستخدام هذا المفتاح. قول عم بفتح من الأسفل. الآن يجب رفعه إلى الأعلى بهذه الطريقة. يجب رفعه إلى أعلى. يجب رفعه إلى أعلى بهذه الطريقة. هذا أيضا نقوم الآن بفتح هذا. كما تلاحظون هذا هو ماطور رفع الزجاج في السيارة. هذا نخرج من هذا بهذه الطريقة. هذا للمرآة كما نلاحظ. هذا
هذا السلك. المرأة. باقي لدينا هنا ثلاث مسامير، واحد اثنان ثلاثة. نقوم الآن محاولة سحبه. بهذا الطريق خرجنا بهذا الطريق. لدينا هذا الماطور الآخر، هذا الماطور القديم، هذا سأضع هذا في مكانه. ما هذا يا سنقوم بفتح هذا الكابل الذي جاء مع نربط هذا سأقوم الآن بالتجربة قبل أن أربط الباب بشكل نهائي. سأقوم الآن بإعادة ربط هذا الكيبل في
في الماطور. هذا في هذا في مكان هذا هذا. نجحت العملية الحمد لله نجحت العملية. اشتغلت جميع الزجاج، اشتغل جميع الزجاج الحمد لله نجحت العملية. سأقوم الآن بإعادة ربط البطانة الغطاء كامل في مكانه. تم ربط هذا كابل هذا الجزء كيبل هذا سلك السحب في مكانه. الآن نقوم بربط البراغي التي في الأسفل.
إذن الزجاج يعمل. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب. نلقاكم على خير، دمتم سالمين.